ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. زلزال المغرب، شوفوا الجزائريون يحتفلون بفرق موسيقية قبالة الحدود المغربية. فيديو صادم بكل المقاييس، ذلك الذي تداوله نشطاء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد من خلاله ناشط أن الجزائريين يقيمون احتفالات بالموسيقى عند الحدود المغربية، ما أثار استغراب الناشط. ولسان حاله يقول: عن أي نوع من البشر يحتفل ويقيم الأفراح نكاية بعدما ضرب الزلزال بلدا جارا؟ وتساءل: هل لهذا الحد جن جنون الشعب الجزائري ومعه الكابرانات حقدا ونكاية وكل ما تريد على فاجعة شعب آخر؟ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني هذا الجزائر هذا ماله ماله؟ هذا الشعب مختلف هذا. أنا بان لي هذا الشعب هذا ما حتى الشعب ما بداش يرحم. دابا ما بقاش يرحم هذا الشعب هذا. الزلزال في المغرب، الناس ماتوا، المئات ماتوا، وهما ناشطين هنا بالشطيح والرديح. هادو واش هادو مسلمين ولا جني هادو؟ شني هاد البشر هذا؟ يقولوا لنا جني هاد البشر هذا. فهمت انا هاد البشر هذا؟ والله ما فهمت هاد الجزائر هادو واش ما الوعي ما كاينش يا اخي. الوعي إنسانية ما كايناش، لا رحمة لا شفقة. قالك واحد المثل المغربي: كنا عليكم ربي. لا حول ولا قوة إلا بالله.